رجعنا لكم بعد الفاصل، وحشتوني كتير كتير من الاسبوع اللي فات. والنهارده حابين ندخل شويه في الحاجات الطبيه. ناس كتير طلبوا مننا نعمل فقره طبيه نتكلم فيها عن علاج جلطات المخ والشلل النصفي، خصوصا ان احنا داخلين على فصل الشتاء وايه طرق الوقايه والعلاج منها. تعالوا بينا مع بعض. معايا ومعاكم اليوم دكتوره رانيا السيد عبد العليم، دكتوره العلاج الطبيعي بالقصر العيني جامعه القاهره. اهلا بيك يا دكتور، نورتيني. اهلا بيك. سلام. ميرسي يا حمد. في البدايه دكتور قولي لي كده، حابه اعرف حضرتك ما هي جلطه المخ؟ ايه هي؟ بصي، جلطه المخ دي في ناس بتسميها جلطه المخ وفي ناس بتسميها السكته الدماغيه. تمام. السكته الدماغيه دي او جلطه المخ بيحصل انسداد في الاوعيه الدمويه بتاعه المخ نتيجه حدوث جلطه في المخ. الجلطه دي ممكن تكون جلطه انسداديه اللي هي بتبقى سببها تصلب الشرايين او ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ممكن يسبب جلطات زي دي. وممكن في جلطه النزيفيه، دي بتبقى سببها ارتفاع ضغط الدم ودي بتبقى اخطر كمان، يعني بتاخد وقت اكتر وبتبقى نسب الشفاء بتاعتها اقل من الجلطه كمان العاديه. تمام. طب ممكن نقول ايه اسبابها؟ يعني ايه اللي بيحصل عشان يحصل جلطه المخ؟ بصي، اسبابها حاجات كتيره جدا. اسباب جلطات المخ دي لو حد عنده ضغط الدم عالي، ارتفاع في الضغط وارتفاع ضغط الدم ده انكنترولابل، يحصل طبعا مشكله انه يبقى عنده احتمالات نزيف. لو مستوى الكوليسترول في الدم عالي يعمل جلطات. لو في مشاكل في القلب حصلت قبل كده، حصل انسداد مثلا او حد ركب دعامات، لازم يبقى حريص انه في عرضه انه ممكن يحصل جلطه في المخ، فلازم يبقى ماشي على أدوية سيولة عشان يتجنب حاجة زي كده. تمام. طب ممكن نقول ايه أعراضها مثلا؟ يعني أنا لو مريض دلوقتي ممكن أحس بإيه؟ خليني أروح للدكتور يقلقني، حاجة تقلقني. بصي، لا، الجلطة نفسها أعراضها هي مفيش هزار، هي هيحصل على طول حاجة، بيحصل شلل نصفي. الجلطة بتصيب يا إما النصف الأيسر من المخ يا إما النصف الأيمن من المخ. وعلى حسب الإصابة بيكون الإصابة في الناحية التانية بتبقى العكس، يعني لو الجلطة على الناحية الشمال هيبقى في شلل نصفي على الناحية اليمين. والعكس صحيح. تمام. لو الجلطة في الناحية اليمين هيبقى في شلل نصفي في الناحية الشمال. تمام. لو الجلطة دي على الناحية الشمال هيبقى في يبقى هنا المشكلة في حاجة اسمها الدومينانت هيميسفير، المسؤول عن الكلام، الكتابة، كل الوظائف دي بقى هتتعطل. كل ده بيتأثر، هتلاقيه يتأثر طبعا، لأنه الجزء اللي حصل فيه الاسكيميا ده اللي هو اسكيميا يعني جزء من المخ مش واصل له دم ده. معناه ان هو الجزء ده المخ هو المتحكم في الاعصاب بتاعه الجسم. طبيعي. تمام. فالجزء ده فقد الوظيفه بتاعته. تمام. بس فبيجي العيان بيجي لنا بشكل بيبقى عنده شلل نصفي، بيمر بمراحل. المرحله الاولى بتبقى الفلاسيد ستيج اللي هو مفيش تون خالص، بيبقى مش يعني ايديه تقيله ورجليه تقيله، مفهومش تون خالص ومفهومش حركه، ودي بيبقى ليها طريقه علاج معينه في وقت معين. وبعد كده بيدخل في المرحله بقى اللي بيطول بيها وبيكمل بيها اللي هي اسمها مرحله الاسباستيك ستيج او التصلب العضلي. دي بقى العيان بيجي بيبقى عنده شلل نصفي، بتبقى دراعه بيبقى جنبه وكوعه بيبقى متني والريست وصوابعه بتبقى مقفوله بالمنظر ده، والايد والرجل بتبقى في الاتجاه اللي جوه ومشدوده، والانكل بيبقى في الوضع ده. كتير بنسمع ان يعني حد مثلا فلانه او فلانه ايديها قامت فيها تقل، بقها اتعوج، ده من ضمن الاسباب او من ضمن الاعراض؟ طبعا هو هيجي له جلطه بقى، بنعمل تشخيص. لو هي جلطه انسداديه بنعمل MRI، لو هي جلطه نزيف بنعمل CT،
اللي هي الاشعه المقطعيه، وبنشوف ايه اللي حصل يعني، وبنبدا بقى العلاج الطبيعي بتاعنا بقى اللي هو على حسب بقى احنا في انهي مرحله، كل مرحله ليها العلاج بتاعها. طب هل الاعصاب التالفه ممكن ترجع مره تاني؟ بصي بقى السؤال ده مهم قوي يا سلوى، لانه السؤال ده متوقف عليه طريقه العلاج اللي احنا هنتكلم فيها. الاعصاب التالفه دي في نظريه في المخ اسمها نيورال بلاستيسيتي. النيورال بلاستيسيتي دي معناها ان الاعصاب التالفه دي بترجع بس في تايم معين، وقت معين. في وقت معين، اللي هي بقى اول حاجه بيحصل حاجه اسمها نيرفس براوت، العصب الخلايا العصبيه دي تبدا تتفرع وتدي فروع جديده. سبحان الله ربنا عامل فيه خلايا في المخ، ده دي الحاجه الاولانيه، ان العصب يدي فروع تانيه بدل الفروع اللي حصل فيها تلف. تمام. في حاجه تانيه برضو، انه في خلايا في المخ ربنا عاملها سبحان الله بتبقى سايلنت، الخلايا دي ممكن تقوم بوظائف الخلايا اللي فسدت. تمام. طبعا في حاجه تالته اسمها سيلف، الخلايا تعمل حاجه اسمها سيلف ري اورجانيزيشن، مع بدايه العلاج الطبيعي بدري الخلايا دي تبدا تتعرف تاني على الوظيفه، بنشتغل عليها عن طريق حاجه اسمها الموتور ري ليرنينج، يعني نرجع نعلمه الحركه ونوصل للمخ، فالخليه تعمل حاجه اسمها سيلف ري اورجانيزيشن. دي طبعا بالعلاج الطبيعي. البيست بقى اللي انت تحصلي فيه على الثلاث نتائج دول امتى بقى؟ البيست ده هيحصل من 6 شهور بحد اقصى لسنه، وبعد كده عملوا ريسيرشز تاني قالوا انه لحد سنتين. فبما ان انه دي القاعده بقى اللي احنا هنشتغل عليها احنا في العلاج، يبقى كل ما العيان جالنا بدري كل ما قدرنا نجيب معاه نتائج اعلى، لان هو في فتره النيورال بلاستيسيتي بتاعته. وكل ما العيان اتعالج صح كل ما العيان ده خرج باقل ديسابيليتي، لكن لما العيان بيجي لنا متاخر بيكون بقى انت عديتي فتره النيورال بلاستيسيتي دي، وكمان بتصلحي اخطاء بقى في العلاج حصلت، وبتصلحي اوضاع غلط هو خدها العيان وتعود عليها، وان المخ اصلا نسي الحركه الصح، بتدخلي في قصص تانيه. طب ايه بقى يعني الاسباب الشائعه كتير جدا اللي بتقابلك المريض؟ مثلا دكتور اداله علاج غلط، دكتور شخصه غلط، ايه الحاجات الكتير اللي بتقابلك اللي ممكن بصي يعني اكتر تتوقفي مشكله عندها وتقولي ده غلط وهنعمل علاج اول وجديد؟ اكتر مشكله بتضايقني وبتقابلني هي مشكله ان العيان يجيلي في وقت متاخر، يقضي فتره العلاج الاساسيه اللي هي فيها المخ النيورال بلاستيسي كويسه، وان انا اقدر اجيب فيها اكتر حاجه صح واقل ديسابيليتي ممكنه، يعني اقل اعاقه ممكنه ممكن نجيبها، الوقت ده هو بيقضيه في البيت. حد يجيب دكتور علاج طبيعي البيت يعمل له جلسه ساعه الا ربع ولا ساعه، ولا احنا بنعمل التأهيل بتاعنا بيبقى 7 ساعات لثمان ساعات في اليوم. 7 ساعات سبع ساعات شغل. مش وقت كتير. ما هو انت بصي انت الفترة دي عايزة، انت ما بتيجي تشتغلي على اعصاب انت بتبقي عايزة تستفيدي بالوقت اللي حاصل فيه نيورال بلاستيستي اكتر، بتبقي عايزة تستفيدي اكتر من القصة دي. فانت الوقت ده لما بياخد العيان ساعة الا ربع او نص ساعة في البيت او ساعة في البيت، ده بيخلي الاستفادة بتاعت المريض قليلة جدا، فاكتر وقت انت المفروض ترجعي الفانكشن فيه او الوظيفة فيه. طبيعي. طب هل في تأثير نفسي اقدر اعمله بعيدا عن العلاج؟ بصي هو العيان كل ما انت بدأتي برضو مع علاج طبيعي صح والكورس مشي مظبوط وصلحنا الحاجات اللي قلنا عليها دي اللي فيها مشاكل، كل ما بدأ بدري يبقى اندبندنت مش معتمد على حد، كل ما ده قلل الاثار النفسيه، لكن كل ما هو متاخر وكل ما هو مش ماشي صح كل ما هو نفسيته بتتعب، لانه بيحس بالعجز بعد ما كان بيتحرك فجاه حاسس لاقي نفسه عاجز. طب قول لنا دكتور ايه هي طرق العلاج اللي ممكن نمشي عليها لاي مريض؟ بصي اول حاجه انه يعني هننصح بيها العيان اي بي سي، ان انت رقم واحد تبدا العلاج فور حدوث الجلطه، وعند دكتور صح، دي اهم حاجه، وعند دكتور صح، ويفضل طبعا يكون التخصص يبقى إيه علاج طبيعي لامراض المخ والاعصاب، لانه ده مهم قوي، يعني ايه ان انت عارفه لما بتروحي للحد اللي فاهم الحاجه طبعاً هيختصر عليكي وقت كتير. طبعا بس فدي اهم نقطه عايزين يعني نبدا بيها او نقولها للعيان، ان انت في مرحله النيورال بلاستيستي للمخ ممكن يرجع تاني في وقت قليل، ما تاخرش الوقت ده. وكل ما انت بتتاخر كل ما احنا بنخسر في المرحله دي وبنصلح عيوب حصلت، سواء انك اتعودت على الوضع الغلط او سواء انك اتعمل لك تاهيل مش مظبوط او انك قعدت فتره طويله في اوضاع غلط.
احنا طبعا بنشتغل فترة طويلة جدا، تبقى الجلسة في حدود 7 ساعات، بنشتغل على كل مفصل على حدة، بنشتغل على الصوابع لوحدها، بنشتغل على الريست لوحده، بنشتغل على مفصل الكوع، بنشتغل على مفصل الكتف والعضلات اللي بيبقى فيها تصلب بنشتغل عليها برضو بطرق معينة بحيث ان احنا نكسر التصلب ده او نقلله، وبنشتغل على العضلات الضعيفة ان احنا نقويها، بنشتغل على الاتزان، وبنشتغل على التدريب بعد كده على المشي، وبنشتغل على حاجه اسمها اوكيوبيشنال ثيرابي، ان هو نعلمه ازاي يبدا يستخدم ايده دي تاني ويمسك بيها الحاجات. وعندنا بقى حاجات كتيره في الاوكيوبيشنال ثيرابي، ازاي يمسك حاجه صغيره وحاجه كبيره، انواع مختلفه بنسميها احنا للجراس بطريقه المسكه بتاعه الايد. بس كل ما احنا بدانا بدري وخد فتره العلاج مكثف، كل ما حصلنا على اعلى النتائج ومن غير اي مشاكل. ولو هيتفضل مشكله، يعني غير ما انت تيجي بنصلح في مشكله، يعني مثلا ما بيجي لي حد متاخر ببقى عندي مشكلتين، ان انا اتاخرت عن الفتره اللي المخ مستجيب فيها بسرعه، وبيبقى عندي مشكله تانية انه خلاص يعني الايد بتبقى تيبست قوي، بيبقى الرجل تيبست قوي، بنفضل بقى نصلح في المشاكل. فبدل ما احنا بدانا العلاج على طول، انا باخد مثلا كورس كامل يعني بصلح في المشاكل اللي قبل كده. الكورس ده ممكن يقعد قد ايه لو انا رحت الدكتور غلط؟ لا، ما هو انت بصي، العيان لو جه صح علاجه هيتراوح، يعني يوصل بقى لحد احسن حاجه من شهر ل3 شهور. ده هي جدا مده كويسه، او مده كويسه جدا وسريعه، ويعيش حياته. لما بيبدا غلط بقى يعني بيفضل مثلا 2 3 سنين، وبعد كده يجي بياخد وقت اكتر طبعا، وبيفضل في الدايره دي بقى طول الحياه. طيب نصيحه اخيره لمشاهدينا من حضرتك، بصي الشتاء والغلطات دايما في الوقت. بصي، هو الموضوع ملوش دعوه بالفصول قوي يعني. لا لا، فصل الشتاء ملوش دعوه بقصه الغلطات خالص، لكن الفكره النصيحه اللي احنا طبعا سريعا نقولها للناس، استفيد بالفتره. اول ما تجيلك الجلطه تروح تتعالج صح، تعمل العلاج الطبيعي المكثف مع حد متخصص، ما تاخرش نفسك، لانك كل ما هتتاخر هيبقى عندك اعاقه مزمنه. طبيعي. طيب في النهايه بشكرك يا دكتور. مشاهدينا استفدنا اكيد كتير النهارده من حلقتنا، كان معايا ومعاكم اليوم دكتوره رانيا السيد عبد العليم، دكتوره العلاج الطبيعي بالقصر العيني جامعه في القاهره. نشوفكم على خير الحلقه الجايه، وانتظرونا في برنامج شباب هاشتاج.